يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا. يعني تأمل وتدبر في كلمات الآية الكريمة. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. هذا الأمر ممكن يكون على مستوى المجموع، يعني مستوى القرية، مستوى بلد، مستوى مدينة، مستوى دولة بكاملها. وكم من دول كانت بتنعم برزق الله سبحانه وتعالى، آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، ولكن لما فشت فيها مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى جعل الله سبحانه وتعالى عليها سافلها. ولا نريد أن نذكر اسم دولة من الدول، لكن كنتم كلكم تعلمون يعني ومتابعون للشأن السياسي في دولنا العربية والإسلامية كيف تحولت مجريات الأمور في هذه الدول. كما قال الله سبحانه وتعالى: آمنة مطمئنة بيأتيها رزقها رغدا من كل مكان. لكن لما كفرت، لم يقل الله سبحانه وتعالى فكفرت بالله، وإنما قال فكفرت بأنعم الله. أنعم جمع لكلمة نعمة، فكفرت بأنعم الله. يعني دولة مسلمة بيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ليس هناك كفران بالله، يعني معترفين بوجود الله سبحانه وتعالى. ولكن المشكلة هي عدم شكر نعم الله سبحانه وتعالى، فكفرت بأنعم الله. فما كان الله سبحانه وتعالى قال: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.